هذا بيت في منطقة أوتس، مساحة الأرض 450 متر مربع، بيت مع جراج، موقع ممتاز ما شاء الله، على شارعين، ده الشارع الأساسي، ده شارع فرعي، حديقة، ده الهند، هنا، بسم الله. المطبخ ده كده عندنا هنا باب تاني، وهنا عندك فيه غرفة، وفي عندنا هنا صالة ومطبخ، ودي الغرفة التانية، هنا كده غرفتين نوم، وهنا في حمام، وهنا عليه صالة. نطلع الدور اللي فوق، دي غرفة، ودي الغرفة التانية. وده كده الصالة، وعندك هنا حمام، وهنا ممكن على مطبخ صغير، ودي زي ما قلنا الصالة في الدور